كان أهل هذه القرية شديد الفقر والحاجة، ولكن بالرغم من سوء أحوالهم المادية كانوا يدا واحدة. الجار قبل الدار، التقوى منهجهم والإيمان يملأ قلوبهم. بقورا من قناعتهم وتشبثهم بدينهم، نظر زعيم الشياطين لأتباعه وقال: دعنا نعم بمظاهرهم بالمال والخير الكثير، وكل ما زادوا كفرا وفسقا كلما عم عليهم الخير أكثر وأكثر. وبكل خبث ودهاء وسوست الشياطين للناس بما تشتهي أنفسها. لمن كانت دائمة النظر للمرآة خيل إليها بأن الحجاب يخفي جمالها، وبأنها لو تخلت عنه تزوجها الغني وزاد ماله. من كان يعمل لدى غيره ظهر له الشيطان في الليل: لا تنم الليلة وقبل الفجر تسلل القرية المجاورة، اسرق من الخلفين ذكرنا بعضا من الإناث، تتكاثرون بسرعة وتصبح نسيت الوجه. ومن كانت له أرض ولا يملك المال لشراء البذور والمعدات اللازمة لزرعها وحرثها، استدرجه الشيطان لقطع الطريق على المارة لنهبهم والتحيل عليه. بعد فترة قصيرة نظر زعيم الشياطين من فوق عرشه وقال: أحسنتم عملا، فقد تحقق المراد وارتاح البال. وفجأة لاحظ وجود أحدهم يصلي ويسبح فسأله: ما خطب ذلك الرجل؟ إنه تقي، وبإذكاره لم نستطع الوصول إليه. لا بأس، رجل واحد لم يفسد انتصاراتنا. حاول الرجل مساعدة أبناء قريته، لكنهم ظلوا في ظلالهم وتجاهلوه. فقد أحبوا الدنيا حبا جما ونسوا بأن الحقيقية هي حياة الآخرة.